ماذا يعني عودة المواجهة إلى الضالع؟ هل ستتدخل الشرعية وقيادة الجيش والتحالف في الوقت المناسب؟ أم ستترك البلاد دون إسناد إلا من مقاومة أبنائها وصمودهم بوجه ميليشيا الحوثي؟ أهلا بكم. مريس، الجدار الصلب الذي تكسرت عليه هجمات ميليشيا الحوثي، لا تزال هذه المنطقة الصغيرة تقاوم ببسالة منقطعة النظير. يدرك الجميع أن سقوط مريس يعني عودة الميليشيا إلى الضالع. مريس اليوم تقصف بأسلحة متوسطة وثقيلة، وميليشيا الحوثي تحشد قواتها لإسقاطها، والمقاتلون من أبناء الضالع يحشدون لتحول المعركة المستمرة منذ 5 أيام إلى معركة نصر. فهل ستترك هذه المعركة لقدرها؟ أم أن الجيش الوطني والتحالف قد يغيرا المعادلة؟ لا تزال جراح حجور نيكيا، فهل ستتعظ الشرعية وتتعامل بمسؤولية مع الحرب هناك في إسناد المقاومة ودعمها؟ جبل ناصا، هذا الجبل الذي هرم الدهر ولم يهرم، يمتد هناك تاريخ من الرفض والمقاومة التي عرفت به هذه البلاد. يقف هنا شاهدا على انتفاضة شعبية ومقاتلين من أبناء المنطقة وقفوا في وجه الميليشيا بجبهات مريس وحمك والعود والحشا رغم نقص في الذخيرة والإمداد. هنا شمال الضالع وتحديدا مريس، منطقة التماس بين شطري البلاد الواحدة، وهي جدار الصد أمام هجمات متتالية من قبل الميليشيا تقف وحيدة لتحمي من خلفها من بلاد. تدور هنا معارك ضارية بأسلحة متوسطة بعد أن دفعت الميليشيا بقوات كبيرة، وكلما كسرت قواتها عززت بأخرى حتى سيطرت على جبل ناصا المطل على مدينة دمت وعدد من المواقع في جبهتي دمت والعود وحمك شمالي الضالع. تبرز المخاوف من إحكام الميليشيا السيطرة على دمت وقطع طريق الإمداد أمام أي دعم محتمل، وهو ما يعني عودة الميليشيا إلى المحافظات الجنوبية. خسارة المواقع جاءت بعد مواجهات هي الأعنف استمرت لأربعة أيام. المدينة شهدت نزوحاً لمئات الأسر هرباً من المعارك الدائرة. تتوالى المناشدات لقيادات الجيش الوطني والتحالف من أجل التدخل لإنقاذ الجبهة الشمالية من الضالع قبل أن تنال ما نالته حجور من خذلان ودمار. تستنفر الميليشيا قواتها في مناطق متفرقة من البلاد كتعز والضالع والبيضاء وحجة بعد أن أمنت جانب الحديدة بعد توقف المعارك فيها. يحشد الطرفان قواتهما على خط التماس بانتظار معركة قادمة، فمن ينتصر؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والمحلل السياسي فؤاد مسعد، وسينضم معه آخرون. طبعا فؤاد مسعد سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. مساء الخير أستاذ فؤاد. مرحبا، مساء الخير، أهلا بك. وبداية نود منك أن تضعنا في صورة الأحداث الأخيرة في الضالع هذه اليومين. مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. في الحقيقة أن ما شهدته جبهة مريس دمت في اليومين الماضيين كان يعني تمثل أهم يعني ما تحقق للميليشيا، أنها سيطرت على جبل ناصة، الجبل الذي يعتبر من أهم المرتفعات الجبلية في المنطقة الواقعة بين منطقة مريس ومدينة دمت. الميليشيات منذ أكثر من 10 أيام وهي تحشد يعني لتحقيق انتصار في هذه الجبهة. الانتصار طبعا الذي حققته الميليشيات يأتي أقل بكثير مما قدمته من تضحيات كبيرة دفعت بالمئات عبر يعني أكثر من محور. المحور الرئيس لهذه الجبهة هو دمت مريس عبر قرى الحقب وبيت اليزيدي. لم تستطع الميليشيات أن تحقق شيئا، لكن استطاعت أن تحدث ثغرة لم تتمكن يعني قيادة الألوية الموجودة في هذه المنطقة، لم تحترس جيدا لهذه الثغرة التي ظلت خلال الفترة الماضية مفتوحة. استغل الحوثيون هذه الثغرة بالإضافة إلى يعني دفعهم وإرباكهم لكثير من الجبهات، خاصة أنه خلال الفترة التي يعني حركوا قواتهم ومقاتليهم في محافظة الضالع كانت هناك 5 جبهات يعني مشتعلة أو 5 محاور
الرئيسية في هذه الجبهة الممتدة من الحشا إلى دمت ومريس، وحققت هذا يعني هذا الانتصار، لكن لا يعني أنه كل شيء بالنسبة للجيش الوطني الذي ظل أكثر من 4 أعوام وهو تحت يعني واضعا يعني قواته تحت سطوة جبل ناصر، لكن لم تستطع الميليشيات أن تستخدمه يعني لملابسات يعني متعلقة بطبيعة الأرض، وهذا يعني أن الميليشيات لم تحقق ما كانت تصبو إليه، كانت تريد أن تحقق اختراق تتجاوز مريس إلى تهديد مدينة الضالع والمجمع الحكومي، وهذا ربما كان سيشكل يعني عامل ضغط أكثر إرباكا للحكومة وللجيش الوطني. نعم، إذا جبهة الضالع تعد يعني جبهة صمود أسطوري وكتلة مقاومة صلبة منذ بداية الحرب، ما هي الثغرات التي ساهمت في تقدم الحوثيين في تلك المناطق برأيك؟ طبعا يعني إذا أردنا نتحدث عن الثغرة ندرك جيدا أن المحورين الرئيسيين للقتال ضد ميليشيات الحوثي في شمال محافظة الضالع، هناك محور رئيسي وهو مريس دمت كما أسلفنا، والمحور الآخر هو قعطبة إب. هناك ثغرة يعني عدد من القرى موجودة خارج هذين المحورين الرئيسيين، يعني كان يفترض أن يكون هناك تنسيق لأن يدفع بوحدات إما من اللواء 30 الموجود في محور قعطبة إب، أو من وحدات تتبع سواء اللواء الرابع الذي انطلق من مريس و يعني ميدانه المفترض هو تحرير إب، أو اللواء 83 وإن كان ذلك صعبا عليه، لكن غياب التنسيق بين قيادة هذه الألوية الثلاثة هو الذي أحدث ثغرة، بالإضافة إلى أن الميليشيات يعني استطاعت أن تشتري ولاءات بعض المشايخ والنفوذ القبلي في هذه القرى وتسللت عبرها إلى أن وصلت إلى تخوم منطقة جبل ناصة، ومن هناك يعني حققت هذه بعد مناورها استمرت أكثر من 4 أيام حققت الانتصار بالاستيلاء والسيطرة على جبل ناصة. نعم، إذا ملاحظ أستاذ فؤاد أن جماعة الحوثي استفادت كثيرا من اتفاق الحديدة والذي جعلها تتفرع لجبهات أخرى، إلى أي حد برأيك يعتبر ويعد عفوا اتفاق الحديدة ضوء أخضر دولي لتقدم الحوثيين في جبهات أخرى من حجور إلى الضالع وغيرها؟ بالتأكيد أن يعني ميليشيات الحوثي استفادت كثيرا، وهذا كان أمر متوقع، كان الجميع يدرك أن الميليشيات هي المستفيد أولا بأنها توقفت أهم جبهة وهي جبهة الحديدة، خاصة أنها كانت يعني من الجبهات القوية، والانتصار فيها لا يقارن بأي انتصار آخر إذا ما نظرنا إلى أهمية الحديدة كمدينة ومحافظة وأهمية الميناء الرئيسي الذي تستفيد منه الميليشيات. الميليشيات استفادت منه أولا بأنها يعني وقفت معركة استراتيجية كان لها بالغ الأثر فيما لو تحققت يعني انتصار استراتيجي للحكومة في الحديدة، أيضا استفادت في أنها استطاعت أن يعني تحقق انتصارها في منطقة حجور، والانتصار الثالث هو ما تتحصل عليه أو ما حصلت عليه في اليومين الماضيين وهو التقدم في جبهة مريس، وما كان لذلك أن يتم لو لم تكن يعني جبهات أخرى ورئيسية مشتغلة ومرتبكة وربما منشغلة بخلافات وحسابات أخرى. هذه كلها سهلت للميليشيات الاستفادة من هذه الثغرات جميعها لتحقق انتصار ولو انتصار معنوي لا يقاس ولا يقدر يعني بكمية الضحايا التي دفعت بهم في هذه المناطق. نعم، إذا يلاحظ أيضا أنه منذ اتفاق ستوكهولم وميليشيا الحوثي تكثف وتحشد لالتهام جبهات الشرعية واحدة تلو الأخرى، فيما أن الشرعية ظلت يعني تقوم بدور المتفرج المتراخي لما يحدث، تكتفي فقط بالإدانة بعد ما يعني تقع الفأس في الرأس كما يقال، كيف يفهم هذا التخاذل من قبل الشرعية والتحالف برأيك؟ الحقيقة أنه يعني الحكومة الشرعية سمحت يعني أن تتراجع كثيرا عن دورها في كثير من الجبهات، نلاحظ أن دورها يصبح
ثانوي او هامشي، وكما راينا في يعني احداث حجور تحولت الى ما يشبه يعني المنظمات الحقوقيه تتحدث فقط عن انتهاكات الميليشيات الحوثيه، كما لو كانت هي منظمه او مجموعه من الناشطين. وهذا يعني التراجع في اداء الحكومه هو الذي اغرى الاخرين، سواء الميليشيات الحوثيه او الاطراف التي تريد يعني ان تتوسع على حساب سيادة وسيطرة الحكومة الشرعية. ضعف الحكومة أغراها بأن يعني تمارس هذا التوسع وتمارس التدخل يعني في سيادة القرار الوطني اليمني. وكان ينبغي للحكومة أن، صحيح أنها يعني ضعيفة، لكن كان ينبغي أن تكون أكثر حضورا، خصوصا في أن هذه الملفات الجبهات الرئيسية وجبهة مريس لا يعني لا يعقل أن تصنف أنها جبهة ثانوية، هي جبهة رئيسية لأنها مرتبطة بالضالع، والضالع مرتبطة بعدن، أيضا مرتبطة يعني التحرير. لو حصل تقدم للقوات الحكومية فسيفتح المجال يعني لكثير من الجبهات القريبة منها، سواء في إب غربا أو في البيضاء شرقا أو في بقية المناطق. وبالتالي فهذه الجبهة جبهة رئيسية، وينبغي أن تضع الحكومة يعني كل يعني اهتمامها في هذه الجبهة، بأن لا تترك يعني للقيادات الوسطى أو القيادات يعني الميدانية تقرر ما الذي تفعله. لابد أن تسند يعني بقرارات شجاعة وقرارات حاسمة وحازمة لمواجهة الميليشيات، لأن المعركة أكبر من مستوى المنطقة، وأكبر يعني من مستوى حتى خبرات وقدرات المقاتلين الموجودين على الأرض. إذا ما نظرنا لكمية يعني الدفع الذي قامت به ميليشيات الحوثي لكي تخترق هذه الجبهة. نعم، إذا ينضم معنا عبر الهاتف العقيد فضل العقل، قائد الشرطة العسكرية بالضالع من الضالع. مساء الخير سيادة العقيد. نعم سيادة العقيد، أهلا بك. بداية أتمنى أن تسمعني فقط من سماعة الهاتف حتى لا يتكرر الصوت، وأود منك أن تحدثنا، هل زال الخطر عن الضالع وتم كسر زحف الميليشيا، أم لا زالت هذه الحشود تتقدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الخطر لم يزال قائم، ما زال قائما، والحشود ما زالت تتدفق إلى الضالع من صنعاء أمام أعين الجميع للأسف الشديد، والجيش ما زال يتصدى لهم، إلا أنه حسب معلوماتنا فالحشود ما زالت مستمرة إلى الضالع وبخطر. يعني هذه الحشود كما قلت أمام مرأى الجميع، يعني لم يتدخل طيران التحالف لإيقافها؟ الطيران لم يتدخل لإيقافها، وهي ما زالت آتية من صنعاء، ولكنه اليوم ضرب، لا بأس، اليوم الطيران ضربوا دمرت عدة أهداف، وإن كنا نتمنى منه المزيد. نعم، الآن أين هي خطوط التماس والمعارك الدائرة بين الميليشيا وقوات الشرعية؟ خطوط التماس هي في منطقة مريس وفي منطقة العرج بيت الشوفي. المعارك محتدمة واشتباكات منذ الصباح حتى المساء، يعني على مدار الساعة هناك اشتباكات مستمرة للأسف الشديد بعد إيقاف جميع الجبهات. في الجمهورية تم تحويل كثير من الميليشيات باتجاه الضالع، يريدوا كسر الضالع الذي تعتبر المحافظة الأولى في الجمهورية كسرتهم في عام 2016، ولكنهم لن ينالوا من الضالع بإذن الله تعالى، وما زال مننا من يقول لا إله إلا الله. نعم. ونتعهد لأبناء الإخواننا ونطمئنهم أن الضالع لن تنكسر وما زلنا على قدها. نعم، إذا مهما حضرنا الجنين. نعم سيادة العقيد، هناك من يعني مسحت ما يروج له من أن نقص الدعم العسكري لجبهات المقاومة والجيش الوطني هو ما جعل ميليشيا الحوثي تتقدم في بعض المناطق، هل هذا صحيح أم أن هناك أسباب أخرى لتقدمها؟ بالنسبة للدعم أقول لك حاجة، بالنسبة للدعم هو شبه معدوم، إذا تلقينا يعني قليل من الذخيرة لا تكفي حتى اليوم، ولكن بعض الله تعالى أن تتعاون مع بعضهم، اما ما نتلقى من الدعم فهو شيء لا ينسى. نعم. تقابل ما تقابل الحشود وما تملكون من الميليشيات من العقل العسكري. اذا ما يعني الاهميه الاستراتيجيه التي يمثلها جبل ناصا والمناطق التي سقطت بيد الحوثيين؟
جبل ناصا الذي كنا قد حضرناه قبل عدة أشهر، للأسف كانت الحشود الحوثية هي أكثر وتسليحة، استعادوا هذا جبل استراتيجي لأنه يسيطر على مسرح العمليات المباشرة في عدة مناطق. نعم، هل تحاولون استعادة هذه المنطقة؟ بإذن الله تعالى سوف نستعيد كما استعدنا المدى السابق. نعم، نتمنى لكم التوفيق. سيادة العقيد فضل صالح العقلة قائد الشرطة العسكرية بالضالع، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. إذا أستاذ فؤاد، يعني كان معنا الأستاذ سيادة العقيد فضل وتحدث ربما عن انعدام أو شبه انعدام للدعم لقوات الشرعية الجيش الوطني، يعني إن لم تدعمهم الآن فمتى سيتم هذا الدعم؟ هذا سؤال يعني يوجه للشرعية وللتحالف أيضا، التي يعني كما تفضل معنا العقيد يقول بأن هناك التقدمات ما زالت مستمرة أمام مرأى الجميع، كيف تعلق؟ كما يعني سلفنا انه يعني الضعف الموجود في الحكومه اليمنيه يعني يعكس نفسه على اداء هذه الجبهات، يعني انعدام او ضعف التنسيق بين يعني الوحدات العسكريه ويعني القيادات المرتبطه بها يعني من قاده المحاور في الضالع الى قياده المنطقه الرابعة، على اعتبار أن الضالع تتبع هذه المنطقة، إلى هيئة الأركان ووزارة الدفاع، يعني ربما يعني التنسيق بحكم يعني الظروف التي تمر بها البلد عموما وظروف الحكومة بوجه خاص، يعني كل ذلك يعني جعل الحكومة يعني في وضع يعني اقرب الى الضعيف، ويمكن ان يوصف بانه ضعيف. ينبغي ان يعني ان يتم تدارك الامر اذا لم تسند هذه الجبهه يعني بشكل اقوى، رغم ان يعني حصلت على بعض الدعم، لكن يعني اكثر ما يعول عليه في هذه اللحظات وفي المعارك الدائره هو يعني رهان ابناء المناطق انفسهم، سواء في منطقه مريس ودمت او يعني دعم من محافظه ومدينه الضالع والاهالي في هذه المناطق، هو دعمهم رئيسي على اعتبار ان هذه يعني مناطق مترابطه ويعني مناطق ليست يعني لم تكن بعيد عن القتال وليست يعني بعيد عن الخبرات العسكريه، وبالتالي فخبرات ويعني قدرات هؤلاء ليست هينه، بل تحتاج الى يعني دعم قوي ودعم اكثر يعني على الصمود ولتحقيق الانتصار، ليس دعم لمجرد ان تصمد هذه الجبهات، هذه الجبهات هي صامده ويعني وستصمد وهي قادره على الصمود، وقدمت خلال الاربع سنوات الماضيه صمدت يعني في وجه الهجوم البربري الذي قاده في نوفمبر 2015، قاده علي عبد الله صالح نفسه باشراف يعني خبراء من الحرس الجمهوري ونخب الحرس الجمهوري ونخب الموت والحسين التي حاولت الاقتراب من هذه الخطوط لكنها لم تحقق شيئا، في حينها لم يكن قد تأسس أي نواة للجيش الوطني، كانت عبارة عن كتائب مقاومة شعبية واستطاعت أن تصمد وتنتصر. أيضا ما حصل في تحرير الضالع في شهر مايو وفي شهر أغسطس من 2015 ثبت أنه يعني واجهت وحدات بسيطة من الأفراد يعني حررت الضالع، وكان تحت سطوة أكثر من ثلاثة أو أربعة معسكرات تضم خبراء ومقاتلي الحرس الجمهوري وأيضا مقاتلي كتائب الحسين وغيرها، كل ذلك سقط أمام إرادة يعني وصمود أبناء هذه المناطق. فما يعول عليها الآن هو صمود وإرادة أبناء المناطق، لكن مهم أن تكون الحكومة ووزارة الدفاع والمنطقة الرابعة حاضرة بقوة في هذا الملف لتحقيق الانتصارات ويعني لإلحاق الهزيمة بالميليشيات بصورة أكبر، ويعني ليتم الضغط عليها لكي يعني ترضخ للأمر الواقع، لأن الضعف الذي تبديه الحكومة في هذه الجبهات يغري الميليشيات بمزيد من الحماقة ومزيد من التوسع، وللأسف يدفع ثمنه المواطنون في هذه المناطق. نعم، إذن على ضوء ذلك أستاذ فؤاد، يعني ما هي الأهمية للضالع يعني بهذا الشكل، يعني وما الذي يمثل سقوطها بالنسبة للشرعية لا سمح الله؟
الضالع يعني ارتباطها الوثيق بعدن هو أهم ما يميزها عن بقية الجبهات. أيضا يعني الضالع بذاتها سواء مدينة أو محافظة هي يعني محور مهم وحيوي لكثير من المحافظات. هي ترتبط يعني في بمحافظة لحج من الجنوب ومن الغرب، مرتبطة أيضا في بتعز من جهة الجنوب، مرتبطة بأب، ومرتبطة بمحافظة البيضة، ومرتبطة أيضا يعني بكثير من الجبهات. يعني معظم المحافظات التي تحيط وترتبط بحدود جغرافية مع الضالع هي يعني جبهات تماس، من كرش في لحج إلى جبهات تعز القريبة يعني في شرق وجنوب تعز، بالإضافة إلى جبهات إب. إب لا تزال يعني منطقة تحت سطوة الميليشيات، وهناك يعني جبهة ممتدة في تمتد من الحشاء حتى دمت تتبع محافظة إب، وينبغي يعني أن تكون محل اهتمام وتركيز من قبل الحكومة. أيضا ترتبط محافظة الضالع بحدود جغرافية مهمة مع محافظة البيضاء، المحافظة الواقعة وسط البلاد والذي يعني تخوض وتشترك فيها جبهات الجيش الوطني والمقاومة مع الميليشيات في أكثر من محور وفي أكثر من مديرية. نعم، إذا أستاذ فؤاد، يعني المحافظ والذي يشغل أيضا يعني قيادة محور الضالع وجه بتجهيز عدد من الكتائب القتالية من اللواء 33 مدرع واللواء الأول مقاومة واللواء 82 مشاة أيضا لدعم جبهات القتال في مريس والعود، ولكن نتساءل يعني لما يتأخر تجهيز الكتائب إلى بعد سقوط مناطق استراتيجية بيد الحوثيين، وربما يعني سيكون هل فعلا ستتوافد هذه التجهيزات أم لا؟ الحقيقة يعني أنه ظهر خلال الأيام القليلة الماضية يعني موقف يعتبر موقف مشرف للضالع، سواء الموقف الرسمي عبر المحافظ باعتباره هو محافظ المحافظة والمسؤول الأول فيها، وهو قائد المحور وقائد الأكبر ألويتها وهو اللواء 33 مدرع، يعني كان موقف مؤازر وداعم. لكن لماذا تأخر؟ هذا مرتبط يعني بملابسات الواقع بشكل عام وملابسات الدعم الذي يمكن أن يحصل عليه كمحور من المنطقة الرابعة، وما يمكن أن تحصل عليه المنطقة الرابعة من معلومات ومن ارتباط، سواء يعني من جهة بالميدان وارتباط بهيئة الأركان وزارة الدفاع. الضالع حاضرة بقوة في معركة مريس، والقائد فضل العقلة الذي كان يتحدث قبل قليل هو أحد القيادات العسكرية يعني من أبناء الضالع الذي كان لهم شرف تحرير الضالع، ومن ثم يعني تحقيق كثير من الانتصارات سواء عبر المقاومة الشعبية قبل أن تتشكل الشرطة العسكرية التي يقودها حاليا، أو عبر الوحدات التي تشارك بقوة وهي موجودة سواء في تحرير دمت أو في المعارك التي تدور في هذه الأثناء. وهذا يعني أن يعني الضالع حاضرة أكثر من أي وقت مضى، وأبناء الضالع سواء عسكريين أو مدنيين، سواء كانوا مسؤولين أو غير مسؤولين، يدركون جيدا ما الذي يعنيه أن تكون مريس في خطر أو يعني تحت سطوة وسيطرة الميليشيات، لأن ذلك تهديد مباشر ويعني ملموس ومحسوس لمدينة ومحافظة الضالع التي عانت الأمرين، سواء من قبل قوات علي عبد الله الصالح خلال الفترة الماضية أو من قبل ميليشيات الحوثي التي كانت موجودة ويعني سيطرت على معسكرات علي عبد الله الصالح في بعد انقلاب 2014. وأبناء الضالع هم اليوم يلتحمون مع أبناء مريس في هذه المعركة لإدراكهم خطورة الأمر، وعلى الحكومة أن تكون يعني أكثر حساسية وأكثر إدراكا لخطورته حتى لا تتكرر يعني حجور أخرى كما تفضلتي، أو حتى يعني لا تظل هذه المناطق نهبا للميليشيات الحوثي تمارس جرائمها وتمارس يعني مزيد من البطش والتنكيل بأبناء هذه المناطق التي لا ينقصها يعني المزيد من التنكيل وصور المعاناة المستمرة منذ سنوات. نعم، إذن هناك من يتساءل أستاذ فؤاد لما لا يتم تفعيل الجبهات المتوقفة لإرباك الحوثيين، يعني لماذا دائما ننتظر رد، يعني لا نقوم بالفعل وإنما ننتظر رد الفعل، يعني الحوثيين يكثفون حشودهم على جبهة واحدة غالبا لإسقاطها، فلما لا يتم تشتيت انتباههم في الجبهات الأخرى؟
هذا مرتبط يعني بتقديري بقيادة الجبهات نفسها وبمن يعني يلقون لهم الأوامر والتعليمات، وبما أنه يعني من المفترض وبصورة منطقية أن الجيش الوطني هو أساسا يعني لاستعادة الدولة وليس للتصدي للميليشيات. يعني عندما تتحول كل أعمال ومنجزات الجيش الوطني أنه يتصدى للميليشيات فهذا يعني تعبير عن خلل، يعني وكأن الحوثيين هم من يريدون استعادة والتوسع يعني لحساب دولتهم على حساب الدولة التي يفترض أنها تعمل على استكمال التحرير. لا يعني أن تظل هذه الجبهات واقفة حتى يقوم عشرات الحوثيين لاستفزازها والتحرش بها، فهذا يعني خطأ استراتيجي كبير مهما كانت يعني قلة الدعم. لابد أن يكون الجيش الوطني هو المبادر في كل الجبهات. ينبغي أن الوضع الطبيعي أن الجيش هو الذي يهجم وأن الميليشيات تحاول أن تستميت وتحاول أن تصد وتدافع عن نفسها، لكن للأسف أن الذي يحصل هو العكس، أن الجيش الوطني يتصدى في مختلف الجبهات وكأنه يعني لم يتأسس إلا لكي يحرس المتارس ويتصدى ويعتبر هذا أكبر إنجاز. لابد أن تتحرك هذه الجبهات، سواء الجبهات يعني التي ارتبطت باتفاق الحديدة أو الجبهات التي لا يلزمها ولا يقيدها أي اتفاق. لابد أن يعني أن تدرك خطورة أن تظل راكدة، لأن ذلك يفتح شهية الميليشيات ويسهل تحرك الميليشيات من اليوم الذي يسهل حركة الميليشيات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب هو عدم اشتعال هذه الجبهات، أن تحولت إلى جبهات راكدة. هذا يسهل للميليشيا أن تنفرد بجبهة واحدة وتحقق انتصار، هذا يضيف لها انتصار يعني ويوسع مدى ومجال سيطرتها، ومن ثم يعني يترك للشرعية وللجيش الوطني يعني ردة الفعل. وفي كل الحالات يعني حتى في المجال العسكري من يقوم بردة الفعل هو يعني ضعيف وضعيف جدا. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الصحفي صالح المنصوب من القاهرة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ صالح. مساء النور. أهلا بك. إذن حشود حوثية من صنعاء ومن غيرها تذهب إلى الضالع لإسقاطها واستعادتها. أستاذ صالح، كيف تقرأ ما يحدث من مواجهات خلال هذه اليومين؟ في البداية أشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة وعلى اهتمامها بجبهة مريس وجبهة العود والحشاة. في الحقيقة كان اتفاق ستوكهولم فخ وقبض على ريح، أعطى ميليشيا الحوثي شهية للانقضاض على جبهة العود ومريس. الميليشيا منذ فترة تعيد ترتيب نفسها وتحشد للعودة مجددا من البوابة الشمالية للضالع. بصراحة منذ اتفاق ستوكهولم زاد الميليشيا نوع من الشعور بالمعنوية بهذا الاتجاه، لكن تفاجأت الميليشيا أن جبهة مريس فيها أبطال وفيها رجال، وكذا جبهة العود أبطال ورجال ذو بأس شديد، صناديد كما نوصفهم. هؤلاء على مر التاريخ كانوا عظماء في السابق وعظماء اليوم، يواجهون بشراسة تجمعهم القبيلة وتجمعهم أواصر المحبة والأخاء، لا يمكن أن يفرطوا بعضهم. هم يحاولون العودة مجددا. أيضا أبناء الضالع لم يفرطوا بتلك الجبهات وبدأوا يلتحمون ويشعرون بالخطر، لأنهم يدركون أن الميليشيا تحاول العودة مجددا إلى الضالع لتأديب الضالع، ومن ثم إن غض الطرف قيادة الشرعية وقيادة الجيش عن هذه الجبهة. هذه الجبهة مهمة جدا، جبهة مريس وجبهة العود. حاليا الميليشيا عندما تنهار وتتراجع وتشعر بالانكسار هي تلجأ إلى القصف العشوائي على القرى وعلى المنازل. هي تقصف قرى العود وتقصف قرى الفجرة وذودان وسايبة والمنزل والحمل والشرنمة السفلى، وكذا تشرف تقصف قرى في مريش أيضا.
هناك معسكر للميليشيا في السور مطل على العود يقصف بعشوائية، لكن هم يتحاولون التقدم من اتجاه حادة من اتجاه النادرة، لكنهم منيوا بانكسار شديد. أيضا ناصة وإن سقطت لكن عزيمة الرجال الأبطال من الضالع يتوافدون بقوة، وستكون مقبرة الميليشيا في مريس والعود والحشاء. على ممر التاريخ هذه مناطق تاريخية. بصراحة الاتفاقيات لم تجدي نفعا، اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، تحركوا في الاتجاه الآخر على الشرعية اليمنية أن تحشد إلى تلك الجبهات من الحديدة وتحشد من مأرب ومن اتجاهات أخرى لتلقين تلك الميليشيا الدرس في هذه المناطق وإجبارها على التراجع، لأنها إن شعرت بالتقدم ستعطي أفرادها مع ميليشياتها معنوية. أي اليوم المعنوية كبيرة جدا في جبهات مريس وجبهة العود، المعنوية كبيرة جدا، وهناك انتفاضة ضخمة لمواجهة الميليشيات. هم يقولون نموت نستشهد، لا يمكن لتلك الميليشيات أن تدخل مناطقنا، لأنهم يدركون إن دخلوا تلك المناطق سيجندون أبنائهم وسيجعلوا منهم محارق للمعارك معهم بالقوة. نعم، لكن يحشدون من نعم في ظل معنويات أبناء هذه المناطق نجد تخاذل كبير من قبل الشرعية والتحالف. يعني أنت تحدثت عن اتفاق ستوكهولم الذي ربما جعل الشرعية لا تحرك ساكنا منذ ذلك الاتفاق. الهدنة كانت في الحديدة والشرعية حسبتها هدنة لكافة الجبهات على عكس ما قام به الحوثيون، كيف تفسر ذلك؟ هناك اتفاق ستوكهولم كان أشبه بتنويم للشرعية، هي لا تدرك أن تلك الميليشيا لا تعرف اتفاقات سلام ولا تعرف معاهدات من السابق، وفي كل المراحل وفي كل الاتفاقيات السابقة والمبعوثين الأمميين هم يدركون أنهم ينكثون العهود ولا يقوم بأي اتفاقيات ويعيدون ترتيب صفوفهم إن شعروا بالهزيمة والانقضاض. الشرعية هي أمام مخاض صعب في تلك الجبهتين مريس وحمك، هي جبهة عصية في السابق واللاحق. من انتصر في تلك الجبهتين سيعتبر هو المنتصر دائما. إن الشرعية تحركت في تلك الجبهات وحشدت وأعادت ترتيب صفوفها بقوة تلك الجبهتين في الدعم بالعتاد، لأنه تصور أن هناك مقاتلين لا يقاتلون إلا بأسلحتهم الشخصية وبعتاد بسيط أمام قوة ضخمة لميليشيا الحوثي، لكنهم يجبرونها على الانكسار. أتمنى من الشرعية أن لا ترضخ، أن لا تجعل من اتفاق ستوكهولم وثيقة مهمة والتعويل عليها. عليهم أن يعولوا على الميدان. تلك الميليشيا لا تعرف سوى لغة القوة والسلاح، هي ميليشيا خراب في الأصل. اليوم بصراحة الطيران بدأ يدخل على الخط، وهذا مؤشر إيجابي، بدأ يقصف حشود الميليشيا كانت قادمة باتجاه العود في شمال الغرب الضالع، أيضا قصف جبل ناصر الاستراتيجي. هذا أيضا هناك القبائل تتوافد وتقول وتطالب الشرعية اليمنية وتطالب التحالف العربي أيضا بإمداد تلك الجبهات، وعليهم أن لا يتركوها لقمة سائغة كما تركت حجور من قبل. نعم، يعني هذا ربما هو التخوف الذي يخشاه أبناء هذه المناطق، وهم على حق فيها، خاصة وأنه كان معنا العقيد فضل العقلة يتحدث عن شبه انعدام للدعم. يعني ما حدث لحجور كان هناك دعم من الطيران وقصف لهذه الحشود، ولكن عمليا لم يتم دعم أبناء هذه المناطق بالمعدات، وخاصة أن هناك يعني قيادة جيش تحاول جاهدة ولكنها تتحدث عن انعدام لهذا الدعم. كيف يمكن يعني فهم هذه المعادلة؟ بصراحة من حيث الجغرافيا ومن حيث التضاريس، طبعا مناطق جبهات مريس والعود لها خلفية
تلك الخلفية ستؤهلها على الانقضاض، والحوثي يدرك ذلك أنه سينكسر وسيهزم لأن له خلفية هي الضالع. أيضا هناك أيضا الجانب التشابك والترابط بين تلك المناطق ومناطق الضالع، هناك أخاء ومحبة. أبناء الضالع اليوم توافدوا إلى الجبهتين وأعطوهم معنوية في الأطقم، لكن نتمنى أن يكون ذلك التوافد وتلك الأطقم أن لا تأتي فقط للاستعراض والتصوير. أتمنى أن تصمد وأن تقاتل وأن تقف جنبا إلى جنب مع المقاتلين من المقاومة والجيش الوطني. بصراحة تلك الجبهتين تختلف، الضالع أبناء الضالع ومناطق الضالع ومقاتلين الضالع، أيضا ألوية الشرعية في الضالع، هم أمام مخاط صعب، إما أن يقفوا بقوة إلى جانب قوات الجيش والمقاومة في تلك المناطق لدحر تلك الميليشيا، دحر هذا الخطر وتلك الميليشيا، والتقدم باتجاه مناطق إب ومناطق يرين، ما لم تأن الميليشيا لن تترك تلك المناطق لأن لديها شهية للتقدم وتحاول العودة مجددا كما تقول دائما لتأديب الضالع، لكن هم يدركون أنهم انكسروا سابقا في الضالع، والضالع لقنهم دروس كما تلقنهم جبهة مريس والعود دروسا في القتال. هناك شهداء يسقطون لكن المعنويات، وأكرر المعنويات مرتفعة، وعلى الشرعية أن تسند تلك الجبهات ليس في المقاتلين أو الجنود، بل تسندهم بالسلاح المتوسط والثقيل، لأن الميليشيا حاليا يستخدمون أسلحة حرارية، يستخدمون أسلحة متطورة، لديهم الإمكانيات دولة لأنهم انقلبوا على دولة. بصراحة أنا أدعو رجال تلك المناطق مريس والحشا والعود والضالع أيضا إلى أن يتوحدوا ويكونوا صفا واحد لمواجهة تلك الميليشيات. إن عادت تلك الميليشيات فسيتم تفجير المنازل والانقضاض عليهم وإهانتهم وجعلهم أشبه بخدم لتلك الميليشيا. بصراحة أنا أتمنى من مشايخ تلك المناطق أن يكون لهم موقف أيضا، ومن ليس لديه سلاح أن يسند المقاومة وأن يتحركوا لدعم المقاومة، وعلى قادة الجيش أن يجدوا التكتيك العسكري وأن يعيدوا ترتيب صفوفهم، لأن هناك واستدعاء الضباط والمقاتلين السابقين الذين لديهم خبرات وقدرات ومهارة في فنون القتال، لأن هذا سيؤهلهم للتقدم. والميليشيا هي تدرك وتحاول أن تناور في مناطق العود، تناور بعض الجهات، دعونا نمر، دعونا نعقد اتفاق سلام، وهؤلاء لا سلام معهم، لا اتفاقات معهم، هم يكذبون وهم يقصفون، ها هم يقصفون المنازل بقذائف الهاون وما هنالك. أيضا هناك أيضا تحرك في الجانب الميداني في مريك، هناك محاولات للمقاومة والجيش الوطني بالتقدم، أيضا هناك محاولات في العود، هناك هجوم على ذودان وعلى مناطق معينة، لكن وعلى جبل عود، لكنهم ينكسرون ويقاتلون المواطنون بأسلحتهم البسيطة. الشرعية مدعوة إلى أن تقف إلى جانب تلك المناطق، لأن الشرعية باعتقادي فشلت في ستوكهولم سياسيا ووقعت على اتفاق أشبه بمن يقبض على ريح. على الشرعية أن تتحرك بقوة كما تحركت في بعض المناطق في الحديدة، كان هناك تقدم إلا أن التقدم قوبل بالاتفاق الذي ربما أحبط معنويات المقاتلين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك صالح المنصوب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، يعني هناك تصريح قبل أشهر للسفير السعودي عن أطماع إيران
والحوثيين ايضا لا تزال يعني قائمه للسيطره على عدن، كما تحدثت ان الضالع هي احدى بوابات عدن، وانهم التحالف يعني لن يسمحوا بان تذهب عدن من جديد للحوثيين. كيف يمكن ان نفهم مثل هذا التصريح مقابل الخذلان الذي يحدث لجبهه الضالع ومن قله الدعم وغيره؟ يعني عندما نتحدث عن ضعف في اداء الحكومه خصوصا في دعمها واسنادها لبعض الجبهات ومنها جبهه بريس، لا يعني بطبيعه الحال ان الطريق اصبح سالكا للحوثيين وانهم سيعودون الى عدن. هذا يعني ضرب من المحال. الحوثيون يدركون جيدا قوتهم، يعني هناك فارق كبير يعني في تحول وتغير موازين القوى. عندما تحركت الميليشيات في 2015 إلى عدن كان الوضع مختلف، تحركت عبر عشرات ومئات المعسكرات التي سلمها علي عبد الله صالح لهذه الميليشيات، بينما لم تكن هناك قوة يعني تكافئ أو تواجه هذه الميليشيات ولا تقف في طريق تحركاتها. الأمر اليوم مختلف، صحيح أن هناك ضعف وعدم تنسيق في كثير من الجبهات، لكن ذلك لن يصل إلى أنه يعيد يعني سيناريو 2015. سيناريو 2015 لن يتكرر. الميليشيات حتى وهي تحقق يعني هذه الانتصارات هي فقدت المئات لكي تحقق يعني انتصار هو معنوي أكثر منه مادي، لأن جبل ناصة ليس الجبل الوحيد الاستراتيجي المسيطر على بقية المناطق، هو محاط بسلسلة جبلية، ولو لم يعني تتمكن الميليشيات من أنها يعني تحقق اختراق من مناطق ثانوية لما استطاعت أن تصل إليه. حتى بعد الوصول إليه لن تحقق منه شيء. جبل ناصة ظل مع الميليشيات يعني 4 سنوات، ما الذي فعل لها؟ لم يؤمن حتى وجودها، استطاع يعني أبطال الجيش الوطني أن يسقطوه في 3 ساعات في 6 نوفمبر الماضي، وبالتالي لا ينبغي أن نهول من انتصارات الميليشيا. هم يعني لا يسيطروا على متر واحد إلا وقد أسقطوا يعني الكثير من قتلاهم. هم يعني ما زال لديهم يعني بعض الخزان البشري يستنفذوه يعني في هذه المناطق، لكن لن يحققوا ما يصبون إليه. إرادة المواطنين حتى وإرادة المقاومين تغيرت كثيرا عما كان عليه الوضع. عندما توسعوا في 2015 لم يكن أحد يدرك حجم يعني حقارة وقذارة الميليشيات الحوثية. اليوم أبناء دمت وأبناء مريس وأبناء الضالع يعرفون جيدا ما الذي تعنيه سيطرة وسطوة الميليشيات من قتل يعني للأبرياء واستهداف واستنزاف يعني للثروات أيضا، وتفجير ويعني انتهاك لحقوق الإنسان في كافة المجالات. وبالتالي الحوثيون حتى وإن تقدموا في بعض المواقع وبعض المناطق لكنهم لن يحصدوا أي انتصار. يعني المعنويات مرتفعة، والناس اليوم يتوافدون على الجبهات لا بانتظار الدعم الحكومي، ولكن لمواجهة الخطر السلالي الكهنوتي المتخلف. نعم، إذن شكرا جزيلا لك فؤاد مسعد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.